صباح الخير أبنائي وبناتي تلاميذ الصف السادس الابتدائي، أتمنى أن تكونوا جميعا بخير وصحة وعافية. هذا اليوم إن شاء الله سنقوم بقراءة موضوع جديد من موضوعات القراءة وعنوانه الخليل بن أحمد الفراهيدي، وأيضا سنقوم بحل تدريبات المرافقة لهذا الموضوع. هذا الموضوع من الموضوعات الجميلة حقيقة، لأنها ستقوم بتعريفنا بعالم من علماء مدينتنا، عالم من علماء البصرة. هذا العالم اسمه الخليل بن أحمد الفراهيدي، وكلكم يعني مررتم ب يعني بمكان قريب من المحافظة القديمة، مبنى المحافظة القديم، وفي الساحة التي أمام هذا المبنى هناك يعني أقيم تمثال لهذا العالم، وهو تمثال الفراهيدي، وأيضا هي الساحة تسمى ساحة الفراهيدي أيضا. نقرأ الآن الموضوع. الموضوع عنوانه الخليل بن أحمد الفراهيدي. في قرية من قرى عمان ولد لرجل اسمه أحمد من قبيلة الأزدي وليد، سمي بالخليل سنة 100 للهجرة. درج الخليل بن أحمد في تلك القرية حتى هاجر أهله إلى مدينة البصرة، وفيها شب وترعرع في مجالس أهل العلم والمعرفة، فنبغ في علوم اللغة حتى قيل عنه إنه أذكى علماء اللغة، وهو مفتاح علومها. فالخليل أول من درس أصوات اللغة وصفاتها، وأبدع أول معجم لغوي شامل هو كتاب العين، زيادة على موسوعته اللغوية، وهو أول من درس موسيقى الشعر العربي، وحصر أوزانه في 16 بحرا. كان الخليل بن أحمد الفراهيدي زاهدا بعيدا من ترف الحياة ومسراتها، على الرغم من منزلته العالية عند أهل السلطان. ومما يذكر عنه أن سليمان ابن حبيب المهلبي أمير الأحواز كانت تجمعه به قرابة، لأنهما من قبيلة الأزد، فأرسل إليه رسولا قال له: إن مولاي الأمير سليمان قد بحث عن أديب يلازم مجلسه وينادمه ويؤدب أولاده ويعلمهم، فلم ير أليق بذلك منك، فأرسلني ليحملك إليه معززا مكرما، وهذه 100,000 درهم أرسلها إليك الأمير على سبيل الهدية. نهض الخليل وذهب إلى خزانة في البيت، وأخرج منها كسرة خبز، ثم عاد إلى رسول سليمان وقال له، أو وقال: ما دامت هذه في بيتي فليست بي حاجة إلى الأمير. فحاول رسول سليمان أن يقنع الخليل ويغريه بالذهاب معه، لكن الخليل أبى أن يترك تلاميذه ومدرسته، وقد توفي رحمه الله سنة 75 و100 للهجرة. إذن نحن أمام رمز من رموز مدينتنا، وأيضا رمز من رموز اللغة العربية. هذا الرمز، هذه القامة، هو العالم الخليل بن أحمد الفراهيدي.
هذا الرجل أصله من عمان، أصله من عمان، وكما تعلمون عمان دولة من دول الخليج العربي، دولة تطل على الخليج العربي. هذه الدولة عاصمتها مسقط. في هذه البلدة، في هذا المكان عمان، في هذا البلد ولد الخليل ابن أحمد الفراهيدي، وهو من قبيلة الأزد، وقبيلة الأزد واحدة من القبائل العربية المعروفة والكبيرة. قبيلة الأزد تعد من القبائل العربية المعروفة والكبيرة أيضا. هذا المولود لما جاء إلى الحياة أبوه أطلق عليه اسم الخليل، فكان أيضا كان مولده سنة 100 للهجرة، يعني في بداية القرن الثاني الهجري كما يقال. ولد الخليل في بداية القرن الثاني الهجري وهو سنة 100 للهجرة. درج الخليل ابن أحمد في تلك القرية، درجة بمعنى أنه يعني انتقل بالمراحل العمرية من سن الطفولة إلى الصبا، صار غلاما بعد ذلك شابا وهكذا. فإذا هو عاش في البصرة وبدأ يتدرج في سنين حياته، فعفوا يعني لما كانت ولادته في عمان، فهناك بقي فترة من الزمن وأيضا حتى كبر. وبعد ذلك يعني وصل إلى مرحلة وهو طفل مثلا يمشي أو كذا، فأهله هاجروا، يعني تركوا عمان وهاجروا إلى مدينة البصرة. وفي هذه المدينة الفراهيدي شب وترعرع، أي تربى في مجالس أهل العلم والمعرفة. سابقا كان معروف عن البصرة أنها واحدة من مدن العلم في العالم الإسلامي، هي والكوفة. معروف البصرة والكوفة حاضرتان علميتان، يعني الذي يطلب العلم إما أن يعني يولي شطر وجهه نحو الكوفة أو يأتي إلى البصرة، لأنهما حاضرتا العلم في ذاك الزمان. في هذا الجو اللي فيه الكثير من مجالس أهل العلم والمعرفة، بدأ ينشأ الخليل بن أحمد الفراهيدي. وهذه النشأة العلمية أظهرت لديه نبوغا في علوم اللغة العربية، ووصل الحال بنبوغه أنه قيل عنه أذكى علماء اللغة، بل هو مفتاح علومها، ولديه كثير من الأعمال التي قام بها في هذا الميدان، وكان هو رائدها، يعني الأول فيها، يعني هو أول من ألف في أصوات اللغة وصفاتها. ومن خلال هذا التأليف أظهر لنا معجما يعد أول معجم في العربية، واسم هذا المعجم هو كتاب العين. كان لمن؟ كان للخليل بن أحمد الفراهيدي. أيضا لديه آراء نحوية، هذه الآراء النحوية يعني قواعد، في قواعد الكلام، في قواعد اللغة العربية. هذه القواعد جمعها تلميذه سيبويه. سيبويه يعد من تلاميذ الخليل بن أحمد الفراهيدي. فسيبويه هذا جمع علم أستاذه في النحو، جمع علم الفراهيدي في النحو أو القواعد، وجعله في كتاب سماه الكتاب، وهو يعد أيضا من كتب النحو العربي المهمة والمشهورة. أيضا الخليل بن أحمد الفراهيدي كان أول من درس موسيقى الشعر، يعني
سابقا كان الشعراء يكتبون قصائد، ولكن يعني يكتبونها هكذا سليقة من دون أن يعرفوا أن هذه القصيدة مثلا من بحر كذا أو من بحر كذا. هناك 16 بحرا اكتشفها الخليل في من بحور الشعر، هذه 16 يعني أضرب لكم أمثلة مثلا منها، يعني بحور الشعر العربي، منها البحر اللي يسمى البحر الطويل اللي التفعيلة مالته، يعني هذه المعلومات للمعلومات حتى يعني لمن شاء أن يحفظها خلي يحفظها، واللي ما يريد يحفظها خلي لا يحفظها، أنتم غير مطالبين بها، ولكن من باب المعلومة. فمثل بحر الطويل، هذا البحر تفعيلته هي هكذا: فعول مفاعيل، فعول مفاعل، فعول مفاعيل، فعول مفاعل. يعني مثل يعني على هذا البحر قصائد مهمة ومشهورة، منها قصائد المعلقات اللي هي مثلا المعلقة لامرأة القيس اللي يقول بها: ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي. فإذا هذه القصيدة المشهورة لهذا الشاعر امرأة القيس هي على بحر الطويل، يعني عندما تقطع البيت الشعري، يعني تزن البيت الشعري، هذا البيت الشعري ستجده على هذا الوزن: فعول مفاعل، فعول مفاعل، وهكذا. وهناك أوزان أخرى، يعني إن شاء الله عندما تتقدم بكم الدراسة إلى مراحل أخرى أكثر تقدما، ستتعرفون على موسيقى الشعر وأوزان الشعر العربي. هذا الرجل الخليل بن أحمد الفراهيدي كان من العباد والزهاد أيضا، يعني ما كان يطلب الترف، ولا كان يطلب يعني أن يكون في يعني في باحات القصور ويلازم السلاطين أبدا، كان مبتعد، كان منشغلا بعلمه، وأيضا كان زاهدا في الحياة. المهم، إلى جنب البصرة مثل ما أنتم اليوم ترون، الأحواز كانت عبارة عن أيضا ولاية، وهذه الولاية أيضا يحكمها حاكم إسلامي. هذا الحاكم اسمه سليمان بن حبيب المهلبي، وسليمان هذا أيضا هو من قبيلة الأزد اللي هي نفسها قبيلة الخليل بن أحمد الفراهيدي. فسليمان لما سمع بشهرة الخليل بن أحمد في البصرة والناس تلهج باسمه، أرسل له رسولا، وهذا الرسول قال له إن مولاي سليمان قد بحث عن أديب يلازمه دائما. كان هؤلاء الحكام والقادة في مجالسهم أدباء ينادمونهم، أي يحدثونهم ويتسامرون معهم، وأيضا يقومون بتدريس أولادهم، يؤدب أولاده أي يدرسهم، يؤدب أولاده ويعلمهم أي يدرسهم العلوم ويشرف على تربيتهم وتعليمهم. فهذا الرسول قال له: فلم يرى أليق بذلك منك، فأرسلني لأحملك إليه معززا مكرما، وهذه 100,000 درهم أرسلها إليك الأمير على سبيل الهدية. يعني 100,000 درهم في ذاك الزمان كان مبلغا كبيرا، يعني شيء الكثير لمن هو بحاجة، والخليل بن أحمد كان محتاجا أكيد، يعني لأنه رجل يعني صحيح يشتغل بالعلم، ولكن كما تعرفون يعني العلماء الحقيقيين هم يعيشون في حالات ضيق مادي، يعني لا يلتفت إليهم ولا يعني يراعى أو تراعى حقوقهم كعلماء، يعني للأسف يعني هذا حال الناس دائما يعني. المهم، ف يعني لما شخص تجي له هذه يعني الهدية الكبيرة
ربما يفرح بعضهم، يفرح بهذه الهدية ويغادر، لأنها ستغير حياته تقلب حياته رأسا على عقب. لكن لاحظ العالم الحقيقي الذي يحترم علمه ويقدر علمه ومعتز بعلمه ماذا قال؟ يقول: نهض الخليل وذهب إلى خزانة في البيت وأخرج منها كسرة خبز، ثم عاد إلى الرسول إلى رسول سليمان وقال له: ما دامت هذه في بيتي، يعني بالحقيقة هو موجود في الحياة بالنتيجة، حتى ينتج حتى يعمل لابد أن يكون لديه ما يسد به رمقة. فالخليل كان يكتفي من الحياة بكسرة خبز يعني، فأخرج كسرة الخبز هذه له وقال للرسول: ما دامت هذه في بيتي فليست بي حاجة إلى الأمير، يعني أنا غير محتاج، ما دام عندي خبز عندي طعام أنا ما محتاج إلى أن أذهب معك إلى الأمير وأغير حياتي. فبذلك حاول الرسول أن يقدم له إغراءات ويزين له مسألة الذهاب معه، لكن الخليل أبى. لماذا؟ لأنه لدى الخليل تلامذة وينتظرون منه أن يتلقون العلم، وأكيد هؤلاء التلاميذ الذين كان يدرسهم الخليل ليسوا من أولاد الخلفاء أو السلاطين، أيضا كانوا من عامة الناس. فبالنتيجة هو كان مهتم بتدريس هؤلاء، ورغم المغريات الكبيرة لكنه لم يتركهم حتى، نعم، وبقي أيضا في البصرة لم يخرج منها حتى وافاه الأجل سنة 175 للهجرة رحمة الله عليه. هذا الرجل كان من الرموز العلمية الشامخة لمدينة البصرة، وما زالت المدينة تفتخر به كرمز من رموزها. الآن أرجع مرة أخرى وأقرأ الموضوع قراءة أخيرة، وانتبهوا معي إلى طريقة القراءة وكيفية لفظ الكلمات وضبطها بالشكل، أيضا لتتعلموا قراءتها قراءة صحيحة. الخليل بن أحمد الفراهيدي: في قرية من قرى عمان ولد لرجل اسمه أحمد من قبيلة الأزد وليد، سمي بالخليل سنة 100 للهجرة. درج الخليل بن أحمد في تلك القرية حتى هاجر أهله إلى مدينة البصرة، وفيها شب وترعرع في مجالس أهل العلم والمعرفة، فنبغ في علوم اللغة حتى قيل عنه إنه أذكى علماء اللغة وهو مفتاح علومها. فالخليل أول من درس أصوات اللغة وصفاتها، وأبدع أول معجم لغوي شامل هو كتاب العين. زيادة على موسوعته اللغوية، وهو أول من درس موسيقى الشعر العربي وحصر أوزانه في 16 بحرا. كان الخليل بن أحمد الفراهيدي زاهدا بعيدا من ترف الحياة ومسراتها، على الرغم من منزلته العالية عند أهل السلطان. ومما يذكر عنه أن سليمان بن حبيب المهلبي أمير الأحواز كانت تجمعه به قرابة لأنهما من قبيلة الأزد، فأرسل إليه رسولا قال له: إن مولاي الأمير سليمان قد بحث عن أديب يلازم مجلسه وينادمه ويؤدب أولاده ويعلمهم، فلم يرى أليق بذلك منك، فأرسلني ليحملك إليه معززا مكرما، وهذه 100,000 درهم أرسلها إليك الأمير على سبيل الهدية. نهض الخليل وذهب إلى خزانة في البيت وأخرج منها كسرة خبز، ثم عاد إلى رسول سليمان وقال: ما دامت هذه في بيتي فليست بي حاجة إلى الأمير.
فحاول رسول سليمان أن يقنع الخليل ويغريه بالذهاب معه، لكن الخليل أبى، أي امتنع، لكن الخليل أبى أن يترك تلاميذه ومدرسته، وقد توفي رحمه الله سنة 75 و100 للهجرة، يعني كانت وفاته سنة 175 للهجرة. الآن ننتقل إلى الحوار، وهذه مجموعة أسئلة عن الموضوع. السؤال الأول يقول: في أي علم اشتهر الخليل؟ اشتهر بعلم العروض، اللي هو وهو دراسته لموسيقى الشعر العربي، وأيضا اشتهر بعلوم لغوية أخرى كالنحو، وأيضا تأليف المعجم العين كما قلنا. السؤال الثاني يقول: أي العنوانات التالية تفضل للنص السابق؟ يعني لو طلب منك أن تختار عنوان لهذا الموضوع، موضوع الخليل بن أحمد الفرايدي، فأي من هذه العنوانات تحاول أن أو تفضل أن تضعه له؟ العنوان الأول هو نفس أبية، العنوان الثاني علم وأدب، العنوان الثالث الغنى، غنى النفس. يعني أنا اخترت لكم الغنى، غنى النفس، ربما بعضكم سيختار أنه نفس أبية نتيجة لإباء العالم في الذهاب إلى بلاط، أو يعني إلى منادمة سليمان المهلبي، فأنتم تقدرون. يعني أنا اخترت لكم هذا العنوان الغنى غنى النفس، تعبيرا عن أن الخليل بن أحمد الفراهيدي كان يرى نفسه غنية بعلمه وبمعرفته، وليس الغنى غنى المال كما كان يرى، ولذلك لم يكن يهمه تلك الهدية الكبيرة ولا المغريات التي قدمت له. السؤال الثالث يقول: أكمل، هناك موجود فراغين، أليف البصريون يعتزون بالفراهيدي، لماذا؟ لأنه رمز من رموز مدينتهم، وباء والعرب يقولون إن الفراهيدي أغنى تراثهم الفكري بيش بالعلوم اللغوية التي برع فيها كتأليفه لمعجم العين اللغوي. يعني خليل بن أحمد الفراهيدي كان رجل موسوعي بالحقيقة، وبرع في كثير من العلوم، وأشهر هذه العلوم تأليفه لكتاب معجم العين، ويعد من المعاجم الأولى في اللغة العربية، وفي الحقيقة في وقته كان شيئا كبيرا ومهما. ننتقل أيضا إلى تدريب من تدريبات هذا الموضوع، وهو التعبير. تلاحظون أمامكم 5 عبارات، هذه العبارات مرتبة بشكل أو موجودة بشكل غير مرتب. تلاحظون رقم 1 بعد 3 بعد 4 بعد 2 بعد 5، ماذا يطلب من عندنا؟ أن نعيد ترتيب. يعني الآن رقم 1 نخلي العبارة الأولى، رقم 2 اللي هي رابع عبارة نخليها العبارة الثانية، وهكذا، يعني نعيد ترتيب هذه الجمل. يقول: أعد ترتيب الجمل التالية على وفق التسلسل لتحصل على كلام موجز عن سيرة الفراهيدي. الآن أنا سأقرأ هذا الكلام الموجز بشكل مرتب، وأنتم تكتبونه في دفتر التعبير، يعني كموضوع تعبيري عن الفراهيدي، واختاروا له عنوانا كما قلنا في الحوار، ضعوا له عنوانا يناسبه، واكتبوه مثل ما تكتبون الموضوع التعبيري في دفتر التعبير. الآن سأقرأ لكم الترتيب الصحيح: كان الخليل معلما مخلصا يؤمن بأن حصة الدرس لها اعتبارها وقدسيتها،
فلا يحق لأحد أن يقطعها أو يعطلها مهما تكن الأسباب. فحينما دخل عليه رسول سليمان تلقاه الخليل بالبشاشة والترحاب ودعاه وأصحابه إلى الجلوس. العبارة الأخيرة: ثم عاد إلى طلابه، وبعد أن أتم درسه إليهم التفت إلى ضيفه مرحبا به مرة أخرى. لاحظت الآن، قرأت الموضوع بشكل مرتب، يعني خليت بداية العبارة رقم 1، بعد ذلك أتيت بالعبارة رقم 2، بعد ذلك رقم 3، بعد ذلك رقم 4، وأخيرا رقم 5، ويكون بذلك عندي قد تم الموضوع الإنشاء اللي في موجز عن سيرة حياة الفراهيد. التمرين الأخير هو الخط، ويطلب من عندنا نكتب في دفتر الخط هذه العبارة 5 مرات، وأنتم كما ترون أمامكم قمنا بكتابة هذه العبارة. العبارة مهمة وجميلة جدا يعني، وفيها رسالة كبيرة يعني من عالم كبير وهو الخليل بن أحمد الفراهيدي. قوله لهذا الرسول: ما دامت كسرة الخبز هذه في بيتي فليست بي حاجة إلى الأمير. هذه العبارة نقوم بخطها، أي رسم كلماتها رسم جميل، 5 مرات في دفتر الخط. في ختام الدرس أتمنى لكم يوم سعيد إن شاء الله، وأستودعكم الله، وإلى اللقاء.